نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن في وقت لاحق اليوم النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية، ونتائج سبر الآراء لمؤسسة سيجما كونساي تظهر تقدم المترشح قيس سعيد إثر حصوله على 89.2% من الأصوات. منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات تؤكد سير العملية الانتخابية في ظروف عادية وتسجيل بعض الإخلالات والتجاوزات التي لا ترتقي إلى درجة جرائم انتخابية. في العالم، في الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى تتابعون تقريرا بشأن حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة. طيران الاحتلال الصهيوني يكثف غاراته على الضاحية الجنوبية للبنان، وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت لاحق اليوم النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، وبلغت النسبة الأولية للمشاركة في انتخابات الرئاسة 27.7%، أي ما يعادل 2,704,155 ناخبا، وفق ما أعلنه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في ندوة صحفية مساء أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة. نسبة الأقبال الأولية في حدود الساعة 6 مساء تشير إلى تصويت 2,704,155 ناخب وناخبة بكامل تراب الجمهورية وفي الخارج بنسبة 27.7%. هذه النسبة تختلف بين النسبة المسجلة داخل تراب الجمهورية وهي 28.5%، في الخارج بنسبة 16.3%، مع الإشارة أن نسبة التصويت بالخارج وتبعا للإجراء الذي اتخذه مجلس الهيئة في تمكين كل تونسي متواجد بالخارج من أن يصوت في أي مركز يشاء تحسنت مقارنة بالنسب السابقة. وبيّن بوعسكر أنه لم يتم تسجيل أي حدث يعكر صفو الانتخابات، مضيفا أن مجلس الهيئة سينعقد في وقت لاحق اليوم للتثبت في محاضر التجميع الواردة عليه من 24 هيئة فرعية بالداخل و10 هيئات فرعية بالخارج والمصادقة عليها. هذا وأكد عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات أن عملية الاقتراع في الدوائر الانتخابية في مختلف الجهات جرت في ظروف في مجملها عادية، رغم تسجيل بعض الإخلالات والتجاوزات التي لا ترتقي إلى درجة جرائم انتخابية. ومن المنتظر أن تعقد هذه المنظمات في وقت لاحق اليوم ندوات صحفية متتالية لتقديم تقاريرها حول ملاحظة الانتخابات الرئاسية. أكدت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتيدا أهم الإخلالات والتجاوزات التي سجلتها تمثلت في توجيه الناخبين، إضافة إلى رصد استمرار الاتصال بالمقترعين أثر خروجهم من مكاتب الاقتراع من قبل أعضاء مراكز الاقتراع من أجل إمكانية التصويت على لوحة إلكترونية. وبخصوص التجاوزات المسجلة أثناء عملية فرز الأصوات، سجلت عتيد إمضاء ممثل مترشح على محضر الفرز وورقة العد قبل الشروع في عملية الفرز امتثالا لطلب رئيسة أحد مكاتب الاقتراع بصفاقس. بدوره سجل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بعض الإخلالات التي اعتبر أنها قد تمس من سرية وحرية الاقتراع، وفق ما أكده المدير التنفيذي للمرصد ناصر الهربي. في بعض المكاتب مراكز الاقتراع تم الخلوات اللي هي الأصل تحفظ سرية الاقتراع كانت موجودة حذو الشبابيك، وهذا ربما يكون مساس من حرية وسرية الاقتراع. كذلك شفنا التطبيق اللي اعتمدتها الهيئة من أجل صبر الآراء، صحيح هو ماهوش من اختصاصها أن هي تقوم بالصبر الآراء، ولكن زاد أعطى
اعتبرناه وانه هذا مساس من سريه الاقتراع، لانه اي مواطن تونسي ولا اي ناخب وقت يدلي بصوته ينجم يتحفظ على لمن انتخب، وبالتالي فان هيئه الانتخابات ربما من خلال الفرز هي تتاكد لمن تم التصويت له، ولكن التطبيق هذه اعتبرناه دخيله لانها تمس مبدا سريه الاقتراع. اما مديره مشروع برنامج ملاحظه الانتخابات الرئاسيه في منظمه شبابي لحدود امال بالخود فافادت بان عمليه الاقتراع تمت في مجملها في ظروف جيده. تبع لتجميع المعطيات والبيانات الوارده مسير عمليه الاقتراع تمت في ظروف جيده مع اقبال متوسط، لم يتم تسجيل اي حاله عنف او صدامات في محيط مراكز الاقتراع وساحات المراكز اللي قمنا بزيارتهم، لم يتم رصد اي استطلاع لاراء الناخبين في محيط او داخل مراكز الاقتراع، ولم يتم رصد اي حاله لنقل جماعي للناخبين. بالنسبه للمخالفات اللي رصدناهم تم رصد بعض محاولات التوجيه للناخبين وخرق للصمت الانتخابي على غرار ارتداء ناخب القميص عليه صوره مترشح داخل مكتب الاقتراع. هذا وتعقد اليوم بعض الجمعيات المشاركه في ملاحظه الانتخابات ندوات صحفيه متتاليه لعرض تقاريرها حول سير الانتخابات. وفي انتظار الاعلان عن النتائج الاوليه الرسميه، اشارت النتائج التقديريه لصبر الاراء لمؤسسه سيجما كونساي الى حصول المترشح قيس سعيد على 89.2% من الاصوات في الانتخابات الرئاسيه داخل تونس، يليه في المرتبه الثانيه المترشح العياشي زمال بنسبه 6.9%، وفي المرتبه الثالثه زهير المغزاوي ب 3.9% من الأصوات. ولدى تحوله إلى مقر حملته الانتخابية أكد المترشح قيس سعيد أن هذا الاستحقاق هو استكمال لمسار الثورة، مجددا العزم على تطهير البلاد من المفسدين والمتآمرين. ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة، وسنبني إن شاء الله كما يريد الشعب، سنطهر البلاد من الفاسدين والمفسدين والمشككين والمتآمرين، ولا أبالغ هنا أقول من المتآمرين. والشعب التونسي أظهر وعيا عميقا، وهذا دليل على ذلك بإمكانياتنا الذاتية، بإمكانياتنا المحدودة، وستبقى تونس حرة مستقلة أبد الدهر، ولا نقبل بأن يتدخل أي كان في شؤوننا. من جهته اعتبر المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي أن نتائج صبر الآراء التي تم الإعلان عنها غير صحيحة ومجانبة للصواب حسب تقديره. وعبر مدير الحملة الانتخابية للمترشح العياشي زمال رمزي جبابلي عن رفض نتائج صبر الآراء لمؤسسة سيجما كونساي، داعيا في المقابل إلى انتظار إعلان النتائج الرسمية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت لاحق اليوم الاثنين. وأشارت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجداء العبروجي إلى إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المودعي بالسجن على ذمة قضايا تتعلق بالتزكيات، موضحة أن هناك نصا قانونيا يبقي هذه الفرضية مطروحة وقائمة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. أهلا بكم من جديد. سنة دامية ومريرة تمر اليوم على الشعب الفلسطيني في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى وما تلاها من حرب إبادة صهيونية في قطاع غزة لم يعرف لها التاريخ نظيرا في البشاعة والوحشية، حرب خلفت مواقف إقليمية ودولية متباينة وفتحت جبهات عديدة وضعت الشرق الأوسط على حافة حرب شاملة. تقرير نجي بن جنت. في 7 أكتوبر الماضي شنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عملية غير مسبوقة داخل مناطق ومستوطنات الكيان الصهيوني، حققت من خلالها نتائج ميدانية حاسمة، عملية شكلت منعرجا من في تاريخ المقاومة الفلسطينية منذ النكبة، وأثارت رد فعل صهيوني عنيف تحول إلى حرب إبادة شاملة في قطاع غزة، خلفت إلى حد الآن حصيلة مفزعة من الضحايا، فاقت 41
40,000 شهيد وحوالي 100,000 جريح وأعدادا لا تحصى من المفقودين ودمارا رهيبا يفوق الوصف. حرب الإبادة الصهيونية استهدفت أساسا الأطفال والنساء وحولت غزة إلى منطقة منكوبة يحاصرها القصف والجوع والعطش والأوبئة. حرب الإبادة في غزة لم تقف عند حدود معينة بل امتدت إلى رموز المقاومة الفلسطينية من خلال اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 من جويلية الماضي. وإسنادا للمقاومة الفلسطينية دخل حزب الله في لبنان معترك المشهد وفتح جبهة قتال واسعة في جنوب لبنان تحولت بدورها إلى عدوان إسرائيلي واسع كان من نتائجه المأساوية اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 27 من سبتمبر الماضي. ولأول مرة في تاريخ المنطقة أصبحت المواجهة معلنة بين الكيان الصهيوني وإيران التي هاجمت الكيان المحتل بالمسيرات والصواريخ مرة أولى في 13 من أفريل الماضي ومرة ثانية في 1 من أكتوبر الحالي. ورغم الرد الإسرائيلي في 19 من أفريل المنقضي على مدينة أصفهان فإن المخاوف الدولية تبدو جدية من رد إسرائيلي كبير هذه المرة من شأنه أن يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة. وأكثر من 60 شهيدا وما يزيد عن 250 جريحا حصيلة 3 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال 24 ساعة. في المقابل أعلنت كتائب القسام أمس إيقاعها جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح بعد تفجيرها منزلا كانوا يتحصنون به شمال قطاع غزة، كما أعلنت تفجيرها عددا من العبوات الأرضية في ناقلة جند وجرافتين في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. وفي وقت سابق نفذ فلسطينيون من سكان النقب عملية إطلاق نار في محطة للحافلات في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة أدت إلى مقتل مجندة في جيش الاحتلال وجرح 13 آخرين. في لبنان قصف حزب الله بالصواريخ مواقع عسكرية في كل من حيفا وطبرية مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بجروح. وأضاف الحزب أنه استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب حيفا شمال إسرائيل للمرة الثالثة أمس بعد هجومين بمسيرات استهدف قاعدة أخرى في المنطقة نفسها. وأعلن مستشفى رمبام الإسرائيلي استقبال 6 إصابات حتى الآن جراء سقوط صواريخ في حيفا. كما قال جيش الاحتلال إن 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا فشلت الدفاعات في اعتراضها، في حين أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة شخصين بجروح بين متوسطة وخطيرة في طبرية جراء إطلاق الصواريخ باتجاه المدينة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بتعطيل الدراسة والتحول نحو نظام التعليم عن بعد في بعض مدارس المدينة عقب سقوط الصواريخ. في الأثناء شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على الضاحية الجنوبية، استهدفت الأولى منطقة سانت تيريز والثانية منطقة برج البراجنة وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بعيد دعوة جيش الاحتلال السكان إلى إخلاء منطقتين في معقل حزب الله الذي يتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام. وفي سياق ذي صلة أكدت نقابة الكيميائيين في لبنان أمس أن حجم الدمار واختراق المباني والأرض لعشرات الأمتار يؤكد أن إسرائيل استخدمت قنابل تحتوي على اليورانيوم المنظب المحرم دوليا، محذرة من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض جراء استنشاق غبار هذا القصف. 7:13 بتوقيت تونس، 9:13 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا عمر جبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن في وقت لاحق اليوم النتائج الأولية الرسمية للانتخابات الرئاسية.
ونتائج سبر الآراء لمؤسسة سيغما كونساي تظهر تقدم المترشح قيس سعيد إثر حصوله على 89.2% من الأصوات. منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات تؤكد سير العملية الانتخابية في ظروف عادية وتسجيل بعض الإخلالات والتجاوزات التي لا ترتقي إلى درجة جرائم انتخابية. وفي الذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى كنا تابعنا تقريرا بشأن حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة. طيران الاحتلال الصهيوني يكثف غاراته على الضاحية الجنوبية للبنان، وحزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.